مرحبا بكم مرة أخرى، جدا لقانا معكم يوميا كما عودناكم في الكوجين بتاع الدار. معكم الشيف مؤمن. كنا حضرنا ديما من أول رمضان لتوا لايف فيه دي روسيات سهلين خفيف، ما يطلبوش برشا وقت، ما يطلبوش برشا جهد، وفيسع فيسع يحضروا. دونك انتوما كيف تنجموا تابعونا على الفيسبوك صفحة شيف مؤمن بن يونس، تتفرجوا على الروتيف كيف على الفيسبوك، وإلا على شين يوتيوب كيف شيف مؤمن بن يونس. كنت قلت لكم قبل تنجموا لي بلان تاعكم اللي تحضروهم كله، الطاوله اللي تنصبوها تصوروها وتبعثوها تاجيوني في الانستغرام، ابوني فوق بكل شيء في الانستغرام، ابعثوا لي لي بريباراسيون تاعكم وانا نوعدكم باش نبارطاجيها في الانستغرام. تبارك الله، يعني الايام الكل تعداو نتاع رمضان، اش مازال فيه، ان شاء الله ربي يحيينا بخير. هنا كيف مرة أخرى نجيو معاكم يوميا كما عودناكم في منو خفيف سهل وبنين. دونك نعرف نصور رمضان تبارك الله بركته صحيح، وأما تعب يعني ظاهر، تعب ظاهر أوكا. نحاولوا نخلقوا مضاعف قوة، ونحاولوا ديما نجتهدوا، وراهو كل شيء بجر، ربي سبحانه وتعالى يقول لك كل شيء بجر. دونك كيما الانساء الكل والامهات الكل اللي قاعدين يحضروا في الدار، تحيه ليهم الكل. هذاك اللي نسميوه فخر، كنا حكينا عليه فخر رمضان، يتسمى حق الملح، حق المراه اللي هي تعبت، اللي هي ما قصرتش، اللي هي اجتهدت باش تحضر لنا تلت شهر رمضان حق الملح. يعطيهم الصحه وربي فضل النساء الكل، والنساء راهم تاج على ريوسنا. مانيال سلام، بونجور ايمان، بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا واللي تابعونا. انتم اش قولكم اليوم؟ توا هاكا تبارك الله استانسنا، وليت فما انتراكسيون، وليت فما تحكيو يعني، ونتناقشوا، ومش كيما اللايف اللي موجود، كيما اللايف ربي يقويهم يعطيهم الصحه لكل ام. بيان سور سلام، صحه للناس الكل، منال والكل ام. الفا عياري بونجور، سلام من باريس، سعيدة أهلا بك شيف، أهلا بكم الناس كل اللي التحقت عليكم. كنت قبل كل شيء راهو بالحق يعطيهم الصحة، انسى راهو العمد على انسى يكذب عليك، وراء كل رجل عظيم امرأة، هذيك معروفة. مي زادة كيف سرتو في رمضان في شهير عظيم وفضيل، انسى الكل تعبوا وتعبين باش يحضروا الماكلة، وكنا حكينا قبل عليها اللي هي حق الملح، وان شاء الله ربي يحيينا بخير ويعطيهم الصحة انسى الكل. ارفي اي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للناس الكل اللي تحكوا علينا، وكيما كل نهار باش نحضروا مع بعضنا منو خفيف وبنين. دونك وريقة وستيلو، فيسا وريقة وستيلو باش نعطيكم ديسير بنين. نبداو بالديسير المرة هذيا، هذا كل مرة نجنقلو نوريكم، نحاول نوريكم كيفاش انتوما تحضروا. بارتاجيو اللايف باش تحصل المنفعة للناس الكل. نبيها فرشيشي سلام. اليوم باش نحضروا كرات نتاع كنافة بالقشطة. دونك عندنا شعر نتاع الكنافة، عندنا شعر نتاع الكنافة، هذيك هكي شعر نتاع الكنافة. عندنا القشطة حضرناها، ونوريكم الطريقة نتاع التحضير نتاع القشطة. هاي هكا قشطة بنينة، سيرتو لي برشا سهلونا قالونا شنيا القشطة، هاكا فرصة باش جماعة اللي توا في اللايف واللي يحبوا حاجة حلوة سيرتو في الديسير، وحاجة بنينة وخفيفة وسبيسيال رمضان بالريحة وبالنكهة نتاع رمضان، ما عليهم وريقة وستيلو يتبعونا شنو هو باش نحضروا مع بعضنا. حتى انتوما زادة يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة الناس الكل كيما قلت لكم اللي قاعدين تتبعوا فينا. تنجموا تبارتاجيو اللايف باش تحصل المنفعة للناس الكل، تنجموا تخليو كومنتارات، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. سولفو سلاتي، نشكر الناس الكل بالطبيعة اللي يعاونونا باش نجموا نحضروا لكم حصة كيما هكا، لي سبونسور الكل اللي موجودين من دياري، من الوردة، من فانواز، من ناتيلي، من بونا، من ويربول، ميزون الموند، جولدينا، الكلهم حاولوا، نجمة زيت نجمة، الكلهم حاولوا باش يعاونونا باش نجموا نعملوا حاجة باهية في اللايف. كيف حازم العيسى، راديو بون لو نور، وخالد عويش تونيسكوب. دونك نقرا لكم هاكا الكومنتارات كالعادة. ترابلسي على السلامة، بونجور لهام بحرون. اي فيسا وريقة وستيلو، تنوريكم شنو باش نعملوا بالضبط. باش نبداو بالديسير اللي هو خفيف وبنين. ديسير على السريع نبداو بالديسير. دونك عندنا شعر تاع يمين، اهلا بك احلى شيف، يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين تبعوا فيا. باش نبداو بالديسير باش نوريكم شنو هو المقادير. عندنا شعر نتاع الكنافه، انا كنت سبقتكم شويه. سيرين كيسيون زات انفو هو بيزيس سي توريغون، لا
هو الاوريغون، هو الزعتر الملكي، دونك اللي فيه نواره، النواره نتاع الزعتر، والتان هو الزعتر. به باش نوريكم فيسا فيسا، وباش تاخذوا ورقه وستيلو فيسا باش تقيدوا المقادير. عندنا بالنسبه لهذه القشطه هاي هنا لديكم، جوست نمل عليكم ورقه وستيلو فيسا فيسا يا جماعه، ورقه وستيلو باش نحضروا المقادير نتاع كرات الكنافه بالقشطه. دونك عندنا شعر نتاع الكنافه، قبل كل شيء خدينا زبده ذوبناها وزدناه شويه سكر محاوط بالنسبه للشعر نتاع الكنافه. هذايا ليتاب الاولانيه. به ليتاب الثانيه عندنا زبده كيف كيف، صوص توفي. دونك عندنا صوص توفي. بالنسبه للصوص التوفي باش نستحقوا 250 غرام سكر مع شويه ماء، نخليهم يتحرقوا كيما الكراميل كيما قاعدين تراو في الكولوراسيون برك الله محلاها نتاع صوص توفي. مي السر زاد نتاعها نتاع ريوسيت تاع صوص توفي باش نزيدوها بريسك من 30 ل 40 غرام زبده ومغرفتين تاع كريم فريش. بالطبيعه الزبده والكريم فريش يكونوا تمبيراتور امبيونت باش تعطينا ريزولتا باهي بالنسبه هذه للصوص توفي. وما ننساوش كنفه صغيره نتاع الملح اللي هي تعطينا نكهه. بالنسبه للقشطه اللي تراو فيها لهنا، هي عباره على حليب ومعاه انشي. بالنسبه للحليب باش نسحقوا زوج كيسين كبار تاع حليب، 8 مغارف كبار تاع انشي، 4 مغارف تاع سكر وحكه تاع كريم فريش. دونك هذه بالنسبه للصوص توفي. يعني نحاول ديما نحضروا الميزون بلاس بالطبيعه الكل، وانا ما ندخلش عليكم ونوريكم الطريقه نتاع الاعداد. الطريقه نتاع الاعداد سهله، تنجموا تاخذوا كيس عادي في الدار، تاخذوا ورقة نتاع ملصوقة وإلا حتى رولو نتاع سيلوفان، تحطوها في القاع نتاع الكيس. هذه ليتاب الأولانية. تاخذوا شعر نتاع الكنافة تحطوه وتعملوا كيما الني لهنا كيما قاعدين تشوفوا، تحطوا شعر نتاع الكنافة ونعملوا كيما الني. من بعد ناخذوا شوية قشطة، دونك القشطة كيما كنت قلت لكم على المقادير نتاع القشطة اللي هي بالنسبة للمقادير زوز كيسان حليب كبار، حليب بطبيعة يكون بارد، مع الحليب البارد زدنا 8 مغارف كبار نتاع انشي و4 مغارف نتاع سكر وحكة نتاع كريم فريش. دونك هذوما هذيك حضرنا بها القشطة. كيما تراو المكعبات ناخذو الموديل وباش تكون لنا كعبة كيما نهاك. دونك هذيا الكرات نتاع الكنافة بالقشطة. العملية الأولانية كيما قلت لكم سهلة، عندنا الشعر نتاع الكنافة زدناه شوية زبدة محاورة، زبدة وسكر محاور، ومن بعد خدينا صوص توفي على 250 غرام سكر، زدناها شوية ملح وبالطبيعة مع الماء نحرقوها كيما الكراميل، ومن بعد زدنا 40 غرام زبدة ومغرفتين تاع كريم فريش. بالنسبه للقشطه اللي هي هذيا اللي حطينا فيها في الوسط، القشطه زوج كيسان حليب باردين عليهم 8 مغارف كبار انشي و4 مغارف سكر وحكه كريم فريش. به كيما تراو نحاول باش نعملو العمليه. انا كنت صرفت خاطر نفس الميثود ونفس العمليه اللي باش نحضرو بها الموديل نتاع الكرات نتاع الكنافه والقشطه. دونك هذوما من بعد نحطوهم يطيبوا، ما نسحقوش بالشحرو يعني ديجا خاطر حطينا لهم السكر محاور وزبده. ومن بعد عندنا الصوص التوفي اللي من بعد في الدريساج كي باش يخرجوا من الفور باش نسقيوهم به، وان شاء الله تعجبكم. دونك نصور بالنسبه لكم الريسيت سهله، شعر نتاع الكنافه باش نزيدوه شوية زبدة وسكر محاور، صوص توفي 250 غرام سكر عليها معها شوية ماء مغرفتين ماء وعليها شوية ملح، 40 غرام زبدة ومغرفتين تاع كريم فريش. بالنسبة للقشطة ديجا نورمالمون هاكا ما خبيت عليكم حتى شيء. بالنسبة للقشطة زوز كيسين تاع حليب، 8 مغارف كبار تاع انشي و4 مغارف تاع سكر وحكة كريم فريش.
دونك هذوما الكرات نتاع الكنافه بالقشطه سبيسياليتي موجوده يعني في الشرق. هاكا اليوم احنا نحاولوا باش نحضروهم ان شاء الله تعجبكم. نقول لكم حاجه بالنسبه لكم، تنجموا تحضروا الوصفه هذيا شنو هو المنيو يا شيف امام سعيدي. ناخذ لكم على المنيو جوست نكمل نحكي لكم على الديسير. بدينا بالديسير الكرات نتاع الكنافه تنجموا تحضروهم تحطوهم في السهريه تحطوهم دون دي كاس، حاجه بنينه برشا وطعم 66 كيف. نعاود نوريكم الكرات نتاع الكنافه اللي وريتكم كيفاش نحضروا بكري. سهله العمليه، شعر نتاع كنافه باش نزيدوه شويه سكر محاور شويه زبده ذايبه، صوص توفي عندنا السكر نحرقوه مع شويه ماء ومن بعد نزيدوه 40 غرام زبده وشويه ملح ومغرفتين تاع كريم فريش. القشطه اللي كنا حضرناها لهنا، القشطه اللي هي متكونه من زوز كيسين كبار حليب مع 8 مغارف طانشي و 4 مغارف سكر وحكه كريم فريش. شاف به نقرا كومونتيرات ونجاوبكم نحاول، وانتم زاد كيف تنجموا تفاعلوا معنا وتقولوا لنا شنو هي الدبارة نتاعكم. شفت نجم تجينا بمخرونه بدويده، جربها بون بالبدويده ما تعطيكش نفس الريزولتا. مساء الخير ليليا. ارفيا تنجم تتفرج على الرديف نتاع حلقه الكنافه، تو تشوف كيفاش حضرنا شعر نتاع الكنافه في الدار دياري. يعني تنجم تحضروا في زابل. به بالنسبه للكويسون باش نحطوها درجين في الفور مده درجين على درجه نتاع 200 دغري. دونك توا هاكا الديسير بدينا بيه من الاول باش ما نتعطلوش، ونحاولوا ديما لي بريباراسيون دو باز اللي يتعبونا شويه ويشدوا برشا يد نحطوهم من الاول. نمشيو للفور، قلت لكم زاد كيف قبل اللي الفور الحق يعاوننا سيزيام سونس. عندهم درجة من زمان على 200 درجة. به توا جيت شنو دبارة؟ دبارة بدويدة تنجمو جربوها بدويدة، مي عاودو تفرجوا على الرديف. راه حضرنا شعر نتاع كنافة في فيديو لايف، تنجمو زوزة كيفاش. للدبارات اللي تحبوا عليها الكل تنجمو خليو كومونتيرات وأنا معاكم نجاوب بشوية بشوية. دونك بالنسبه لل ون سموكني غدا هميمي هاي الكنافه. دونك كنا حضرنا الكرات نتاع الكنافه، فمش عارف نتاع الكنافه عندنا القشطه للي خلط علينا توا. دونك ينجم يعاود يشوف الرديف في الفيسبوك شيف مؤمن يونس ولا على اليوتيوب كيف شيف مؤمن يونس، يتفرج يلقى كيفاش حضرنا الطريقه نتاع الاعداد نتاع الكنافه. بالطبيعه زيد الكل نحاولوا نحيوه، شلت الكوجينة ديما منظمة شوية أمبيونس يا جماعة. شبيكم راخدين؟ قولولنا شنو باش تعملوا العيد. صحيح هاكا فما نتوما زاد كيف تنجمو تبارتاجيو، تنجمو قبل كل شيء تبارتاجيو اللايف باش تحصل منفعة للناس الكل. وهاكا اللي يسأل على الكنافة سيرتو، نعرفو كل رمضان يقعدو يسألو على الكنافة. انتوما زاده كيف شنو حضرتوا حلو للعيد؟ شنو حضرتوا دبارة للعيد؟ شنو حاجه سبيسيال باهي؟ فما نهار العيد مش راقدين هانا مركزين. دونك كملنا هاكا، نحاول نوريكم انا بالطرق اللي السهله فيسع باش تحضروا كرات نتاع كنافه بنين وخفيف. الله يبارك سلام شيف ربي يعاونك. انتوما زاده كيف اللي خلطينا الكل، حضرنا كرات نتاع كنافه، مازال باش نحضروا منيو المقروض ان شاء الله خدت ربي تنعملوا مقروض. يعني اش مازالوا ديما قلت لكم 3 4 ايام الاخرانيين نحاولوا نعملوا الخبز نتاع العيد، نعملوا المقروض، هذوكم كل حاجات الزمنيه القديمه الكل نحاولوا ديما الايام الاخرانيه نتاع رمضان هذيك كونساكري 3 ايام بالنسبه للتحضير نتاع رمضان. نتعداو كل عاده للشربه، الشربه نورمالمون يعني استنستو نصوركم
ان جرو ميرسي لكم انتم الكل، الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا في لايف. تنجموا كالعاده سؤال عاده نورمالمون استانسوا بيها، حاجه زمنيه للنوستالجيك. انتم تنجموا تقولوا لنا كيما العاده سؤال اللي قلت لكم استانستوا بيه، شنو هي الدباره نتاعكم يوميا، شنو هي الدباره اللي كنتوا باش تحضروها، ومنين قاعدين تتبعوا فينا. دونك كل واحد كيف يخلينا كومنتير يقول لنا منين قاعدين قاعد يتبع فينا بلوتو، وشنو هي الدباره نتاع اليوم. غوميس سي تبارك الله عليك صاحبي وربي يعاونك يا بيه، ربي يخليك يا انور عايش خويا الغالي. كنا في المنيو حضرنا الكرات نتاع الكنافه غريبه هذيك، ما تغيبش بيان سور بالطبيعه غريبه ما تغيبش. توا الريبونس الاولانيه ما عندي الهام قالت لنا اللي الغريبه ما تغيبش على الحلو نتاع العيد، البسكوي نتاع العيد زاد برشا كيف كيف يحضروا بسكوي للعيد. انا من المانيا احلام، تحيه لالمانيا، تحيه للجاليه التونسيه الكل من المانيا، والناس الكل في الغربه ان شاء الله يرجعوا غانمين سالمين بقوة ترابيل تونس. نعملوا بسكوي ديالي من حامد جابس، احلى تحيه لحامد جابس والجنوب الكل جمله واحده، الشرموله والحوت المالح والحلو وخبز العيد ليليا جاموسي. هاي بونجور مريم، شرموله بيان سور، سورتو راه فما دي بلا نحبوا كعك ورقه كيفاش تتعمل شيف به، سورتو بالنسبه لكم انتم راه فما دي بلا حلوين برشا. و مونبلي تحيه لمونبلي كما قلت، تحيه للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا، توانسه الكل جاليتنا التونسيه في تونس بلوتو خارج تونس يعني، والتوانسه اللي قاعدين يتابعوا فينا من تونس. ربي يحفظكم وربي يخليكم. باش نحضروا كالعاده الشوربه، نسووا يعني الديبار ديما ساهل، نحطوا شويه زيت هذه بالنسبه للشوربه، ودبارتنا هاوكا تبدا فيسا فيسا. من بنزرت تحيه لبنزرت، كنا حضرنا الكرات نتاع شعر الكنافه اللي خلط علينا روتار زاد كيف كيف، ينجم بعد يعاود يتفرج في الرديف. انا من كيف تحيه للكيف، من عين زوال الناس الكل دونك اللي موجودين ميز اون فورم في ستراسبور. دونك هذا مقروض وان شاء الله تحياتي من منوبه، تحياتي للناس الكل اللي تابعوا فيا من تونس ومن خارج تونس. كيما قلت لكم بالنسبه للمنيو قبل كل شيء باش نحضروا الشربه. دونك الشربه لسان عصفور، حضرنا الزهره، حضرنا الحمراء، مي هاكا بعد سيرتو الايامات الاخرانيه يقعدوا الزوز نقولوا احنا شرب تيتولير باش يقعدوا كان يا بالنسبه لليوم المقرونه دار بنزرتيه فلفل محشي متكم. هذا هيا حركوا ايديكم شويه، اي شويه تشجيع يعطيك الصحه ربيع. والله تعرف بالحق حاجه باهيه برشا اللي انتم زاد وليتوا تتفاعلوا وليتوا الحق كما نقولوا ربينا ربينا شويه الكبده مع بعضنا. باه باش نحطوا شويه صار كما هذا، نسمعوا الصوت الجميل. شاف من المانيا من قطر، تحية لكم الكل اللي تابعوا فيا جالي تونسية، وين جاماتكم وين كومنتاريتكم، بارتاجي اوتون الفيسبوك باش تحصل المنفعة على الكل، بارتاجيو على الفيسبوك كيف كيف، وابوني فو ابوني فو الكل اللي قاعدين تابعوا فيا في الانستغرام، ابوني فو وابعثوا لي لي بلان تاعكم وانا نوعدكم باش نبارتاجي. دونك حطينا كالعادة شوية بصل، نحطوا شوية طماطة معجونة، هاكا سهلة العملية ان شاء الله. نحاول نوعدكم بقدرة ربي بعد رمضان زريرة بيان سور، زريرة سامدي بوكو تشوز زريرة اللي هي مبهرون. نتوما زادا كيف كيف تنجمو تقولولنا شنيا الأدوار نتاعكم، قصيت شوية توم باش نزيدو كل هذا. اخترت اليوم باش ناخد طمطومة، باش ناخد طمطومة باش نزيدها نزيدها بالشرب. تنجمو تجتهدو تنجمو تعملو شربة عالمية، مي المرة هذيا هاو بالألماني حكيو. تحية للجميع في ألمانيا، بونجور شيف، أحلى ديديكاس من بوردو، أحلى ناس في بوردو. شيف شنيا الدبارة تاع اليوم، والله حايرة إيش باش طيب. عندي لحم أرنب، أرنب والله توا أرنب 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 يجي في الفور. مي نعطيك أستوس سيرتو الأرنب راهو لازم تعملو مارينات باش
يعطي نكهة باهية للأرنب. ومن عز ما تاكل يعني مكرونة بالأرنب ما فهمش أنا شخص بلاي شيف قناوية كيفاش طيب وشكرا. اليوم ضيفة في دار بنتي ما عرفش شفاش طيب. هي ما نصورش تخليها طيب وحدها ليا، يعني ما نصورك باش طيب معاها، يعني ليا حاجة ما نجموش الوالدين ربي يفضلهم ما نجموش يقعدوا ما يعاونونيش، يعني ديما يقول لك حتى لو كان يقول لك الولاد كبار ولا البنات كبار ولا حاجة يقول لك لازم نعاونهم ونطيب معاهم، هذيك الحاجة باهية. غادي نحضروا العادة في الشربة، غادي نشرب فيه ناخد شوية نفس شربة وسلطة تونسية ومكرونة وبريك. هي بريكا سيرتو كان لاحظتو شي حاجة، راهو تنجمو نتوما كيما تحبوا تستانسوا سلطة سيزار بالفوليس در بالقديد وقناوية، صح صح. الزريرة بيان سور ساندي كيلكو شوز كنا عليهم، حياة شيف عايش كنحب سلطة دو بول كنا حاضرينها قبل ما ينساش تعقلك عليها كيفاش تحضر سلطة دو بول، اللي هي حاجة بينا برشا سيرتو توا. نصوركم تحبوا السلاد البول تجيكم بنينة. فما طريقة كنت قبل حضرتها، انك في اللايف باش نجم تحضر سلاد البول تنجم تصمت في الماء سخون والا تنجم تطيبه، خاطر هو ديجا البول كله ماء، يعني 60% ماء. دو بريفيرونس تحطه في الكاسونة باش طيب عليه وتحطه في نار هادية تغطيه، وبعد واحد طريقتين هون ديري تدخل عليه قرنية شاي. هيا لاستوس الأولى ليا أنا، من بعد ديما نحاولو ننظفو شنو مش قاعد طيب. قناوية هي كيما ملمس مرق فاصوليا خضرا ما نقصو بسلوى رميها ما تحرهاش باش ما تسحبش العابة نتاعها. كل شيء حاضر نمشي في آخر وقت ما كل شيء حاضر يجي موسي شربة فريك سلطة حمية وكسكسي وبريك، صحة وبشفي. كما قلت لكم انتم زاد كيف او فما شكون قاعد يقول لي على الدبر نتاعو ويقول لنا شنو هو باش يحضر. الشرب خليوها بار نمركوها ونتهنيو عليها. مش فوقها به بربي شايف الرز الازهر بالفاكهه، ديما الفاكهه ما تجينيش تقرمش كيفاش نطيبو به. مامي محمسه بالقديد يا عيني وسلطه سيزار وعين سبانيوريه روسيت البايلة عايشك. القناويه لازم تقليها في زيت شويه باش يتنحى طلع بيت به. نجاوبكم كيفاش نطيبو الرز بالفاكهه، جوست نرجع شويه للكومنتات. والمنيو سلطة سيزار، أول حاجة حضرنا شربة هاو كان جوست نحكي معاكم ونحاول ديما نجاوب على الكومنتات بتاعكم. نعرفوا سيرتو بالنسبة لنا القناوية قبل كل شيء قبل ما نبداو نطيبوها، لاستوس الأولانية نتاع القناوية وقناوية يعني متسمية على المرسى يقول لك طيبنا من القناوية، وحتى في مصر يحضروا البامية يسميوها القناوية. سلام شيف، سلام شيف شربة مبا معدنوس ماهوش معدنوس سي سيلري هذيك ساميه دونك بطبيعه حطيت كلافس تبارك الله ليميت كان من اول رمضان توا ديما نحط الكلافس، يعني فهمت الفرق. فما هاي النوعيه هذيا فما فرق ما بين المعدنوس والكلافس. به القناويه قبل كل شيء لاستوس الاولانيه انك تاخذ القناويه وتفركها بشويه ملح قبل ما طيب. دونك قبل ما طيب تهز تاخذ القناوية وتحكها بالملح لاستوس الأولانية، ومن بعد تعمل طماطم معجونة وشوية بصل
تعمل التقلية العادية بالطبيعة باللحم من علوش، وفما شكون يختار شوية بقري بالنسبة للقناوية يرميها دو بريفيرونس تقعد شوية كروستيون ما تقعدش هابية برشا. ومن بعد فما شكون زاد كيف كيف يحب يقول لك كيما بكري في الكومنتير قالها تتقلى شويه في الزيت، مي دو بريفيرونس لاستيس لونيه اللي على قد ما تاخذ القنويه ووقت التنظيف نتاعها وتفركها بشويه ملح على قد من بعد تعطيك بنه عالميه. به بالنسبه للرز بالفاكهه، باش الفاكهه تجيك تقرمش سورتو دو بريفيرونس تاخذ الفاكهه وتخليها بشويه زبده وزيت، تعمل ميلانج كالعاده تخليه ابار. بعد ما يطيب الروز اللي هو شويه بصل وتقلي تقلي شويه بصل وتزيد الروز على قد مره ونص ماء تخليه يطيب لمده 20 دقيقه، بعد تحركه وتزيد الفاكهه، يعني مش تحط الفاكهه فرد وقت وبقدره ربي يجيك فاكهه مقرمشه. حتى نجم نعطيك استيوس صغيره سورتو للفاكهه، تنجم بعد ما تكمل طيبها تقليها في الزيت ولا الزبده تحط دوبليش دوبليش سكر جلاس وتحطها دوبليش في الفرن تولي لك كروستيونت. بالنسبه للطريقه نتاع الفيك عبد الوهاب مرابط، بونجور تحيه ليك، يعطيك الصحه الاخلاق وبالك لويسا بيان سور سي نوتر دوفوار. وهذه يعني المصريين يعملوا فيها خل وليمون. عبد الوهاب مرابط تختلف الطريقه نتاع القناويه، تنجم كيف كيف تحضرها باي طريقه تحبوها. نحاول ان نعطيكم وصفه وان شاء الله تعجبكم، انتم تلقاو الوصفات الاخرين. هاو معنا الشيف عبد الوهاب مرابط زاد كيف كيف قال للمصريين يعملوا فيها خل وليمون. دونك تختلف الطريقه نتاع الاعداد نتاع لي بلا الكل. نوايا طيبه بالطماطم الفريش بالطبيعة به نقولها الامور نتاعها وتخليها شويه في الماء والملح. هاي دونك هاو كريت الحاجه الباهيه اللي تبارك الله اون بارتاج اوتون دو تكنيك وحاجات في لايف، جست نعمل طلقه تليله صغيره على الفور ونجيكم. به هذيك الشربة خليناها تحضر أمورها مريقلة، نجيبو بيليكس كبر كل شيء نفوحوها باش ما ننساوش التفويح. ممكن حطيت شوية ملح شوية فلفل أكحل وشوية كركم كالعادة. شوية فلفل أحمر ثم ذلك كيف بالنسبة سوب شهية طيبة إن شاء الله. شيف ميرسي بوكو أحلى شيف عبد الوهاب مرابط يعطيك الصحة. مرة قالوا لي قناوية حطها في الخل بوي طيبها، كي جربتها جات المرقة حامضة. أوكي شو قلت لكم؟ أنا قلت لكم في الملح بون بون، أما فما طريقة بالنسبة قال لك الشيف عبد الوهاب مرابط قال اللي تتحط في الخل والليمون. الكوميونتي اللي شاف هوني ان شاء الله نحاولوا ديما نبارتاجيو معاكم كل شيء. والله نشكرك شيف ومحليك يا بلادي وماكلت بلادي وتحيا تونس. بالطبيعه تونس راهي بنيه باهيه، بلاد باهيه برشا برشا برشا، خضرتها عالميه انكومبارابل بارابور للخضره اللي موجوده في الاسواق العالميه. ماكلتها بنينه زمنيه، عندها كل ماكله عنده محكيه. يا سيدي بنسيتك قبل كل شيء تحية للشيفين الكل اللي موجودين واللي قاعدين يتبعوا فيا في اللايف، ورانا الحمد لله على شيفين اللي هما سوسون لي زومباسادور نتاع تونس، هذوكم اللي يعطيو بالنسبة لنا احنا دي زومباسادور، ما جاش قلت المخرى يعني خير من هذيك. ربي يحفظهم وربي يخليهم شيفين الكل نتاع تونس. شكون يحكينا يقولنا كل انسان شنية الحكاية، لازم عنده ماكلة عنده معاه، بيطبخ شوية في الملح ومن بعد نصفيوها اكيد تقصد بيان سور بالطبيعه. فما هو دو بريفيرونس تاخذ شويه ملح احرش، دو بريفيرونس على حسب كان ما خانتنيش الذاكره، تاخذ شويه ملح احرش تحك به دوبلاش القنويه، تنحي لها القطمار نتاعها ولا القعموره نتاعها اللي من فوق، تنظفهم ومن بعد تنجم تحطها تشللها في شويه ماء وهكا ومن بعد تطيبها. هذه الروسيت العاديه. شكون منكم عنده حكايه قصه غرام مع بلا بريفيري؟ شنو هو البلا بريفيري نتاعكم؟ دونك ما نصورش انسان ما عندوش بلا بريفيري. احنا ذولي في الكوجينه والشيفين الكل يبارتاجيو الحكايه اللي باش نقولها انا توا، اللي في الكوجينه عندنا بلا بريفيري. نقول لكم شنو هو البلا بريفيري، اللي هو طن هريسة عظم هريسة عظم وطن، هذوما البلا بريفيري نتاعنا في الكوجينه. يعني برشا يقولوا لنا راهو الشيفين قاعدين ياكلوا
يعني كل شيء والله لي ما في وسط الكوزينه انا ما ياكلوش. ودون لي بير دي كا كان نقولوا احنا باش نعملوا بلا طياره وبنين وكل شيء باش نسلموا عليه زاده عش. هذه لي بلا اللي مثلا انا بيرسونيلمون يمكن كان يكون نهار طيب عشاء ما نطلقش منها. العجة بنينة عندها نكهة، ثم زاد كيف نجم تقولولنا شنو هي الدبارة نتاعكم وشنو حضرتو. غادة همامي بونجور، الكويرات ولا الكحبر نتاع الكنافة بالقشطة حاطينهم في الفورة تو بعد نخرجوهم باش يطيبوا. فاش طيب سيرو بلي، بعد ما يطيبوها يعملوا زبدة ويخلطوا ثوم لين يتحمر ويزيدوا خل وليمون ويخليه يغلي مع بعضهم ويزيدوها عليه. الروز به شيف عبد الوهاب يعطيك الصحة. الهاب عملوا خي الروز، اي مش قولوا لي الروز بركة، اي انا قلت لكم تو حكيت لكم يعني في كوجينا شنو هي البلا اللي علاش القصة في فراكسون سكون ديما ننساو وقت نتاع الماكلة. دونك ناخذ شوية طن شوية هريسة نحطهم مع بعضهم نشكشكوا شوية عظم والا نعملوا حاجة. انتم زاد كيف قولوا لنا الملوخية. بونجورات شيف، شنو دبارت اليوم؟ ليش معلي خلطة لنا الكل توا في دبارة نتاع اليوم؟ عندنا شربة كالعادة تبدا موجودة، حضرنا الكويرات نتاع الكنافة، باش نكملوا نحضروا برشا حاجات أخرى. باهي سمع احكي عربي شوية، أنا سلاط ضربت صحن مفضل عندي وكل شيء ما فيهاش لحم هو المفضل عندي، كسكسي. أنا اليوم باش نعمل عزة حق ريت هاوكا هاوكا، بالله تنجم يقول لنا شيف شيف زميل نقولوا احنا الشيف عبد الوهاب رابط يقول لنا اللي بالحق راهو شرش فيهم كل راهو ياكلوا عزه ما معيش لا. نزيد نقدموا شويه في المنيو في الدباره نورمالمون. خلينا دونك خذيت به عزه بابا روعة سلام. يعني اليوم باش نطيب شربة شعير بسوبيا وصلات بركات بالطن وعزة بكروفيت صح باش فيه فتحية كسكسي. دونك عندنا شكون زاد كسكسي معاه اي البلا المفضل نتاعو. نهبط لكم شوية الكاميرا باش نوريكم الكمالة نتاع البلا اللي قاعدين نحضروا فيه. خدينا كويسة دانت نوريكم دونك خدينا كويسة دانت مليحة كيما هكا الكسكسي طبقي المفضل. كويس دو داند هكا بدلنا شويه دندون اليوم. ديزوسي محلينها العظام نتاعها نجي على الفور. الباستا العجه الملوخيه راني كنت طيبها به. نحكي لكم هاو كنتوما تقولوا لي انتوما تكتبوا وانا نقرا شويه الكومنتات ونحاول نطيب باش نخلطوا على المنيو نتاع الشقه الفاطر. خدينا الكويس نتاع الداند حطيناها في شويه حليب كيف نجمو نزيدوها شويه ثوم شويه ملح شويه فلفل اكحل تقعد شويه في المارينات نتاعها. دو بريفيرونس هذا كيف انتوما نجمو نزيدوها دوتر انغريديون. دونك نجمو نزيدو شويه وسي في الخدمة سردين وليمون وريسة وزيت وزيت وليشيف العز والبنة هكا نقولوا بلا كافيار عنا بيان سور المالح والهريسة وطن وزيت زيتونة يا زيتونة واش قال بك اللويت. ريتو بالحق يعني تبارك الله وما نصورش يعني تحية لتوانسة الكل يعني ذاقوا انواع الماكلة اللي تصورها في بالك انت الكل ما تقعد لهم ديما قصة وغرام ولا حاجه ولا حتى كي نقولوا احنا نتاع خفه يقول لك في فراكسون سكوند راني انا نطيب عز راني شويه زيت وهريسه وطن عندي بالدنيا. هاو الفرق هاو التونسي تبارك الله متواضع يعني كيفاش نقولوا احنا كيما ينجم ياكل اليوم الحم كيما ينجم ياكل الحوت كيما ينجم ياكل الدجاج كيما ينجم يطلع يتوحش في الحنين ويعمل شكشوكه نقولوا احنا مكبوبه حشاكم كذابه ما فيها حدا شيء باش يتبنى الماكله. شيف بربي يبارك لك باش نعمل العجه من الغاز اعطيني لوازم باه هذا نعطيك لوازم علاش لي شيف الكل والله العجه اسهل حاجه خاطر الميزون بلاس تبدا فما شويه فلفل وشويه طماطم وعظم وصوص طماط. دونك حط الفلفل طماطم
والثوم والصوص طماط وفيزا فيزا تكون عجة حاضرة. باهي لوازم تاع عجة بمرقيز، دونك كنا حكينا المرة اللي فاتت دو بريفيرونس هاكا تقلي الفلفل، زيد طماطم، شوية ثوم، دوبلي طماطم معجونة وشوية هريسة، تابلو كروية ولا كان ما عندكش تحط كاتري بيس، ومن بعد ترمي المرقيز. دونك فما شكون زاد كيف يقلي المرقيز، مي كنا حكينا عليه يا حسنة في لايف قديم، توا اللي نقولوا يا حسنة اللايف تعدى. باهي نشوف الفور ونرجع لكم فيزا فيزا. دونك هما هذا محل حمارو طفيت عليه الفور، خليهم في الفور تم بعد همتهم. دونك نحن متواضعين متطهيرين محلينا بكل تواضع، شعب تونسي أرقى شعب، الحمد لله ديما الواحد يرضى باللي يجي. دونك مثل في ساعة وقت فكرت مثل يقولك الطعام ما حضر والباس وما استر، البريكة اللي عالطاير، هاي البريكة اللي عالطاير، وكعبتين العظم، وفي رمضان شنو نتوحشوا العظم والهريسة والتن، ذوكم نتوحشوا. به نرجعوا محلية الهدرة معاكم ومحلية الكريم يعمل 66 كيف، باش نرجعوا للفيح نتاع الدانت. دونك باش ناخذوا شوية مونتاج كيف كيف، انتوما نجموا تروحوا على الطريقة نتاعكم. حطينا شوية حليب، باش ناخذ مغرفة تاع موتارد، ملح في الأكحة اللي فيها ديجا، هذيا المارينات ديما شوفوا على قد ما تخليوها في المارينات على قد شنو اللي حاطه في الفور. حاطينا صابرينا نتاع قاب سيرفيس، واحد يحب يحب يروح يعمل عزة خفيفة، بالطبيعة يا شيف يعمل عزة خفيفة يعني هذيك اللي فما يعني صباح عزة وتلقانا راهو جمعة كاملة، باش ما عرفش كان يبارتاجي شي معايا الحكاية. والمنقيس لازم يكون فاوح يا شيف باش العزة تجي بنينة ليك وحشة يا شيف سامي دريدي. بيان سور رحلة تهيأ سامسوم يا غالي، سامسون دونك تبارك الله عليه، عنده كي نقولوا اللحم والدجاج والحوت وكل شيء عند سامي تبارك الله، الشيف سامي معلم. يا جماعه الشيف باش يخلي بلاصه علينا ويوفى رمضان. دونك والله انتم زاد كيف كيف تخليوا عليا بلاصه، وسيرتو عاده تو باش يتبدل الوقت وما عادش باش نلقاو نفس الوقت، مي انا نوعدكم بقدره ربي نخلي ديما يكون لايف موجود. به هكا يجي ياسر بنا، بيان سور يجي ياسر بنا. انا نحاول هاكا نوريكم الطريقة نتاع القعدات، انتوما زادا كيف نجمو تقولولنا كيفاش تحضروا المفيد المنفعة تحصل للناس الكل. ناخذو رولو كان عاش قاعدين تبعو فيا ديما فري الدجاج اللي كنا بلوتو دندون، الدندون اللي كنا حطيناها ماريني، بسم الله هكا كيما قاعدين تراو فيا. لافونتاج بالنسبه لينا زاد في الدندون كان قاعدين تبعوا فيا، خلينا البارتي يعني هكا كلها ديزوسي، كلها ديزوسي، مي باش تقعد تحافظ على الفورم. بالطبيعه تنجموا تزيدوا تشرحوا في الجناب، وكيما تنجموا زيادة هبوا شوفوك في التلفزيون. أميمة إن شاء الله بقدرة ربي بوركو با إن شاء الله مازالوا توا خاطر الكونفينمون يعني بون تعدى المرحلة الكونفينمون، أما دبارة جات وقت الكونفينمون إن شاء الله بوركو با هاكا بعد رمضان تجي دوتر بروبوزيسيون ولا في التلفزة نعملوا كونسيبت. مي نحب كونسيبت سورتو هذايا. بونجور هيثم تابلسي، بونجور بونجور مديحة شيف يا اخي ما تعملش بريك في رمضان. والله بريك موجود يكون موجود ديما قبل كل شيء، استنى انت لازمك تتخطى مديحة البارح ابسونت لاباس، وينك يا مديحة خليت علينا بلاصة راك البارح في اللايف ما لقيناكش. بالنسبة للبريك والله نحضر البريك، اما
ما نصورش كان في المنيو، باش نجيب باش نحاول نوريكم الطريقه نتاع الاعداد نتاع البريك. دونك نخليكم تجتهدوا، معروفه هكا البريك، مي بوركو با نحاولوا نعملوا بريك. باه عندنا اوراق نتاع سبناخ، ناخذوا اوراقات تاع سبناخ. سهل العمليه، راهو تنجموا حتى باللحم مفروم، راهو سي با فورسيمون انكم نتوما تبعوا الطريقه نتاعي انا، تنجموا ديما نحب الدجاج. دونك انتم زاده كيف كيف تنجموا تجتهدوا في الطريقه نتاعكم، في الطريقه نتاع الاعداد. انا جوست نوريكم كيفاش تحضروا، وانتم نجموا تزيدوا تجتهدوا. هاي سيدي نسيت، جيبوا كل عادة الجودة نتاع الاندور، شوية سبناخ، الجماعة اللي خلطوا علينا زاد كيف كيف ينجموا يقولولنا شنو هو الحلو نتاع العيد، شنو هو الحلو اللي حضرتوه، شنو هي الدبارة اللي حضرتوها في العيد، وشنو هو الطبق المفضل نتاعكم، كيك سوا الطبق اللي تحبوه في الكوجينة، كيك سوا الطبق اللي ديما تاكلوه. أول مرة نخلط على اللايف، بونجور شيف ريب، بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا واللي خلطوا علينا في اللايف. نقول هاو توا خدينا كويس نتاع دانت باش نعملوها محشية، هاكا نحاولوا نبدلوا ديما التبديل به. دونك البارتي هذيا حطينا فيها سماخ، نكرروا نفس العملية. عندي كعبات نتاع ذم باش نقصهم، فما حاجه بينا تيب بالكلمات، بالكلمات برشا حاجات نقولوا بوليس مكتف اللي قاعد تعمل فيه لابيلاسيون تختلف، مي هو راه ريالمون مش بوليس، بون بالدجاج بالدندون. فما حاجه بالكلمات نقول لك، حتى صحيح تونسي ما عندك ما تقول فيه الله مصلي يعني بميرسي بور المارك، مي خرجت اون فام من الكونفيرمون، الحمد لله الحمد لله اللهم صلي على النبي، الحمد لله كي خرجت من الكونفيرمون، الحمد لله كي خرجوا الناس الكل زاد كيف في تونس من الكونفيرمون نضيف صاحب شويه، ما هذا ما يمنعش انك انت تجي اللايف تبع كي ها خليت بلاصه راهو مديح ليك وحش به صحيح التونسي ما عندك ما تقول فيه. الكالامار، الكالامار راهو تنجم تحضر به برشا حاجات، يعني اي بريباراسيون حتى تعمل حدا كالامار دوري. باش ناخذوا العظام نحطو هكا طريف عظام، عندنا الجوتا وسيرتو سيرتو انتوما زاد كيف كيف برشا شكون برشا ديما يقعدوا مش يتعاركوا، هما يختلفوا، واحد يقول جوتا الاخر يقول ريجوتا، جوتا ريجوتا شنو هو الفرق. اول مره نخلط على لايف، بونجور بونجور ريم، ريم اميره بونجور. دونك باش ناخذوا كميله نتاع شويه جوتا لهنا، الحاجه الباهيه اللي والله بالحق تونسي وافتخر اني تونسي، اللي تبارك الله التوانسة الكل يديهم فيها واحد، تحب ولا تكره، دي حتى اللي عمره ما طيب يخرج لبرا في ايفينمون في مانيفيستاسيون في حكايه وحده جيران يطيب ويخرج حاجه مرا العقل. به شايف الحلو، الحلو نشريوه حاضر، الحلو نشريوه حاضر، اي الحلو كانت تبارك الله فنانه كيفك انت يا ليليا وتحضر لنا وما تحضرش الحلو، الحلو شري حاضر نصور هذايا سي كوا توا خلط عسلامه شيف. انا نحب وموت على القناه الكبير في الكل، قلنا كيفاش نطيبوه في الدار وش هي طيبه. به طبعا نقول لكم جوست هاكا نحاول نحضر المنيو ونقول لكم الفاغليت شنو المنيو نتاع اليوم. الجماعه اللي خلطوا علينا توا بالنسبه للمنيو، عندنا شوربه كالعاده تكون موجوده، عندنا كرات نتاع كنافه بالقشطه حطيناهم في الفور، ذكرتوني نعمل عليهم الطليله، هما لما حاجه الفور طافيه منها خليتهم في الفور يعني ما يقلقش. نجيب دجاج منو جيزه جست قول لي شنو هو الكيستيون، خاطر ساعات كومنتات اللي ما خلصش عليهم. المنيو باش نحضروا كرات، حضرنا كرات بليتون تاع كنافه بالقشطه،
عندنا الشربة سلطة نتاع طماطم الجودة تنوريكم كيفاش تجي بنينة برشا، وفي خضر نتاع دندون محشي، وعندنا كلوب ساندويتش نجم تقلي. طيب خلط توا ياسمين الرياحي باش نعملوا في خضر نتاع دندون محشي نلي خلطوا علينا، نوريكم الطريقة نتاع التحضير. دونك تنجموا تعملوا حتى باللحم مفروم، انا نحاول نسهل لكم لو ماكسيموم. اخترت شويه سبنيخ شويه جوتا وعظم، نجموا سبنيخ تقليوه راهو من انا خليته اول مره فرش فيك وردة. ومن بعد خديت شويه سلايس نتاع جبن باش نحط سلايس، ومن بعد كل قدر وقدره راهو على قد نتوما. ريت قلت لكم راه فما حب وغرام في وسط الكوجينه، وعلى قد ما نتوما تبداو عاملين جو على قد ما بالنسبه لكم تدخلوا تبنوا الماكله. كيف اول مره نخط عليكم حط كومنتير افيشي بلوس، تبارك الله عليك ويعطيك الصحه. قول لي اش باش نطيب اليوم دوري في الكوجينه تقريبا باش نحطيهم صايمين. لا والله لا والله لا، اسمع توكل على ربي حاجه الاولانيه انك انت مادامك باش تطيب طيب توا نحاول نعاونك في دباره. دونك عندنا شربه سين عصفور كالعاده، سلطه نتاع طماطم بالجوتا، سبنيخ تنجم ارفيا ذبلو مي دو بريفيرونس راهو منفعته حتى يراو سبنيخ يتعمل حتى ديتوكس تاكل ني سهل عربي. والكاتويت نتاع الميلاد اي اللهم صل على النبي تبارك الله. فلينا كيفك انت ما عادش كي بون لا محاله صحيح. جو بارتاج لا فيديو تاعك جو بارتاج يعني طيب في الميكرو كله ما ناكل في العزه يعني مع الاختصاص. وتحب انت وتبارك الله عليك في الجاتو تشري ساعات الواحد يتعب شويه. نجي نفطر خويا. مرحبا مرحبا محمد عزيز، الناس الكل اللي يحب يجي يشوف فتره مرحبا. دارنا ديما الباب محلول يقول لك للناس الكل اللي يحب يجي مرحبا. ميرسي شيف ربي يحميك دبارة بنية برشا. دونك هاكا حتى في نعرفوا اللي احنا ناكلوا بنينة. حطيت الكوش الأولانية نتاع البينار، حطيت الجوتا، وكيما قلت لكم برشا يقولوا جوتا ري جوتا تختلف هاكا التسمية نتاعها، مي المفيد الهدف واضح. به هذي ليتاب الأولانية، أنا كنت قصيت سيلوفان مي باش نعاود نكبسو فرد مرة. به هذي يا سيدي بنسيتك ريغوتا اللي تتباع البرة، لا علاقة بالريغوتا التونسية بتبيع. راهو اسمع زيت مش خاطر احنا توانسة بون لا محالة توانسة وفير دو لتر اللي احنا توانسة، مي راهو حطوها في بالكم اللي التوانسة تبارك الله عندنا ماكلة بنينة تعمل 66 كيف. هاي سيدي نوريكم فيزا فيزا كيفاش باش نسكرو. تنجمو تخيطو تنجمو تعملوه بالكيردون، يعني تنجمو عندكم 1500 طريقة نزين سبنيخ من الفوق. بطبيعة باش نغطيه ارفيا، دونك نحاول هاي سيدي هاذيا لولانية بالسياسة. نحاول ناخذ البابيي نحل من هنا هكا نحط هكا باش باش يعاون. ومن بعد بالالومنيوم ربي ماليش الكنافه كيفاش. انا اليوم باش نعمل مكرونه بالحوت. به لينا رولو هكا 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 هيا سيدي بسم الله. هذايا نشدو العمليه هكا نجمو بالكيردون. راهو انا نحاول نوريكم الطريقه السهله وانتم زاده كيف نجمو بالكردون. دونك هاكا كيفاش ولا سو فورم دو بودان نحطو هكا هنا نقدروا للمنيوم Thank you.
ناخذوا كويس نتاع الدانو كملوا نغليوها تو فيزا كده موديكم سر صغير طيارة على الاخر به هذا هي نورمالمون كويس نتاع الدندون مي فما تكنيك اخرى ريت انا وعدتكم قلت لكم من اول رمضان ان شاء الله ما نخبي عليكم حتى شيء كل شيء نوريكم لي تكنيك لي زاستيوس تقعهم في الريستورانات في الوتلة العالمية الكل نوريكم لي تكنيك دونك انت ساعات تقول والله راهو حضرت كل ساعات راني حضرت بلا مي ما جيش البلا كيف كيف انا نحاول نوريكم التكنيك اش هو التكنيك التكنيك اللي من بعد ما حضرنا البودان هذايا نتاع الكويس الكويس بودان السر على الكولوراسيون حاجتين يا طيب ومن بعد تماركيه يا كيف كيف نجم تماركيه تو دونك نختاروا شنو باش نحضروا باش نوريكم التكنيك انا باش نحاول نماركيه فيسا فيسا باش ياخذ الكولوراسيون دوري باش حتى وقت الكويسون يبدا مستحمر برشا يقول لك والله يسمع او طيبت وكيما قال لنا التكنيك مي سورتو في روسيت كيما هكا يلزمكم تتبعوا الديتاي نتاع الديتاي شنو الديتاي نتاع الديتاي البودان بعد ما حضرناه نتاع الكويس نتاع دانت باش ناخذوا باش تفهموا العمليه فوالا كادريو بها حط فيها شويه زيت على خاطر الزيت كي باش تحرق باش تعطيك الكولوراسيون الطياره برشا نتاع الكويس دو دانت نصوركم قاعدين تبو شنو باش نعمل بالضبط نحطيت شويه زيت هنا من بعد باش ناخذ الكويس يسخن الزيت نحط ماركي وهكا جست تقليبه على اليمين وعلى اليسار من لي كات كوتي باش يجي كيما الكويس اللي تراوه في لي زوتيل ولا ريستورون تقول شبي ريزولتا يعني مش كيما التكنيك اللي عملتها انا كيما هو وشبي ما جاش كيف كيف انا واخد عليكم حتى شيء هاي بسم الله خليه هذاك هكا خليه يعمل كولوراسيون وفي الاثناء نوريكم كيفاش نحضروا سلايطه خفيفه وبنين بنتي ديما تقول لي انت تعمل الهارون للناس واحنا خلينا باب النجار مكسر صحيح برشا 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 باش نعطيكم تكنيك صغيره حاجه صغيره برشا يقولوا للوالد ولا الوالده والله يعطيكم والله يصح عليكم والله هكا ولدكم شيف والله ولدكم يطيب لكم الصباح يعشيكم يجيو يعرضوني مثلا انا في بلاصه علاش ما طيبش بوك وامك في الدار علاش ما طيبش في الدار علاش ما تعملش راهو ابار نخدموا برا ما تنجمش باش تكمل تروح للدار طيب دونك هذاك هو الفرق جو بارتاج لا في نتاعك ليليا جاموس اللي قلت يعني دار باب نجار بلاش باب هذاك الفرق مي والله شوف هاكا نحاولوا نوريكم لي تكنيك دونك نجم نعوض كويس دادان بكويس نتاع دجاج نجم تعوضها من ديزوسيها تعطيك ريزولتا اما مش يكون مشكل كويس دادان كيما كويس تاع الدجاج طانتوميت نجيبو شوية طانتوميت شوف الفرق ديما نختار كي طانتوما ونشيخ عليها هاش طانتوما مازالو كي تنحاو طانتوميت هاذوما هاو الفرق هاو الفرق في تونس اللي عندنا خضرة تعمل 66 كيف باه تولي تحط روحك تخدم 24 باه ناخدو كعبتين طماطم بسم الله ها يا سيدي هذوما كيتين طماطم هاكا شوية اورغانيزاسيون في الكوجينة باش كيفاش بالبابيي تعديه في الماكلة جوست الكولوراسيون في بالسخانة نتاع الزيت باش تماركي الدجاج باش يعطينا كولوراسيون باهية هاكا نحاول نغلبوه على الكوتي الكل ومن بعد نحطوه في الفرن سهلة طماطم فريشكا ما شاء الله يعطيك الصحة شيف به عندنا هذايا كوتون تاع الفروي
كيف كيف برشا ياسر يقول لك هاكا الشيف هاكا تو هو يطيب في الدار ولا مرته. ليه انا يعني ناكل الماكله نتاع مرتي خير من اللي نطيب الحقيقه، خاطر انسان بجوج ما بستريس هذاك نتاع الخدمه الكل ما نتصوروش انه باش يكمل يزيد يطيب في الدار. دونك كيف كيف ربي يفضل لنا النساء الكل ونساء نخليهم تاج على ريوسنا، هذيك الحاجه الباهيه. كما قاعدين نشوفوا هاكا ديما كيكه ولا حتى ديما نقولوا نجمع في الموتيك نجم صلح لي الاورديناتور سيح نفس ليتر به. خلينا طنطومه هاكا دون دو سي حليناها بالطبيعه نتربو سيسو سيسا سيسا، ناخذ البارتي اللي في الوسط صحيفة نقعرو البارتي في الوسط علاش يقعد في الفور. بالنسبة في الكويسون تاعو في الفور على 180 دو بريفيرونس يقعد اونتر 30 و 35 مينوت. دونك انت تبارك الله الكبر نتاع الكويس زادا سي اون فونكسيون. هذايا ليتاب الأولانية نحاولو بالبانسون بالبانس العجيب خاطر الماء باش تسخن علينا لليوم. وبيكم ملح قاع هاكا تحت في المدار، ربي يخليكم بعضكم وربي يبارك فيكم ولا عاونتها برشا. كيما قاعدين نشوفو بعد ما ماركينا وعملنا كذا الالومنيوم دوبل باش نطفي عليه الماء باش ناخذ بيريكس كل الوليدات الصغار طبعا بسيسة بسيسة كيفاش وصلولها الكولوراسيون وهي مغلفة. هو راهو الكولوراسيون بالطبيعة على أي حاجة تماركيها، إن شاء الله حدا تاخذ أنت قرن فلفل وتحطو في الالومنيوم وتحطو على البوالة. دونك هذيك كيفاش تحسنها الكولوراسيون. هاو هاي يا سيدي بن سيدك الليلة شنو هذيك على فونغو ليلة شوف بسم الله هاي الليلة ما خاب عليكم حتى شيء. هذيك الكولوراسيون تاع الجلدة هاو وين حط السكينة البوانت تاع الكوتو، هذايا الكولوراسيون تاع الجلدة اللي نحكي عليها اللي هي تصير لها كولوراسيون باهية برشا وقت على الفوال. شوف عندي شفرات كيفاش نجم نعمل بها عجن. شويه طماطم شويه فلفل شويه ثوم شويه طماطم معجونه شويه تابلو كرويه الكل هذوما تحطهم تحط خبرك شويه الفلفل تزيد عليه طماطم تريش طماطم معجونه والهريسه التابلو كرويه الملح ومن بعد ترمي الشفرات وصحه باش فيها تجيك عجه طعم ستوسكيف فاش سامحني لفيت. بالنسبة رفقة حطيت السيلوفان وبعد حطيت الالومنيوم وتوا ماركيتو. أميمة بيست اوف لاك ثانكس لوت أميمة ليك وحشة أميمة وللناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك عندنا كويس نتاع دندون بنين يعمل 66 كيف باش نحطوه في الفور. دونك محليكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا راهو نبدا فرحان عامل جو بالكومنتات نتاعكم بالتفاعل نتاعكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا سيرتو في اللايف نحاول باش نجاوب على الأسئلة نتاعكم الكل. ان شاء الله المنفعه تحت الناس الكل. انتوما بارتاجيو طوم بارتاجيو اللايف الكل باش الناس الكل تتفرج في اللايف. لايف هاكا من الكوجينه من الكوجينه نتاع الدار. دونك انتوما تنجموا تخيونا كومونتيرات تخيونا الدوار نتاعكم وبرشا جو وبرشا بنا في الكوجينه. باه باش نحضروا باش نخرجوا الكرات نتاع الكنافه اللي كنا حضرناها. صوت تقص ما عادش الصوت رفقه ما عادش الصوت تسمع فيا ولا ليلي يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الناس الكل قاعدين تبعوا فيا. باش نخرج الكرات نتاع الكنافة. دونك الكرات نتاع الكنافة اللي كنا طيبناهم بكري هاو شوف تبارك الله كولوراسيون كيفاش محلاهم. تحية ليك شيف العروسي زياني قاعد يتابع فينا أحلى شيف ربي فضلك. دونك هذوما الكرات نتاع الكنافة بالقشطة خرجوا من الفور باش نزيدوا عليهم في الصوص توفي نحط فور لو مومون لهنا
بعد ما نرجع الكويس نتاع داند تو باش نحطوها طيب في الفور. فما زيد كيف كيف شكون يقول لك راه الكويس دو داند باش نحطها طيب اسكو دو بريفيرونس تزيد معاها ماء ولا حاجه. احنا من عملنا كولوراسيون لي تاب باش تاخذ كولوراسيون باهي كيما قلت لكم في الريستورانات ولا في الوتله هكا عملنا لها كولوراسيون على بوال. حطوها طيب في الفور عمرو الوقت فور هكا كيما قلت لكم سيزيام سونس دونك تنجم تحط البروغرام تحط فيه الكويسون تاع البريباراسيون اللي انت باش تحضرها وهو يحاول يعاونك. دونك الفور حطينا فيه توا الكويس نتاع الداند الشوربه هذيك كالعاده باش نطفيها نرميوها اخر لحظه. قاعد باش نحضر لكم ووريكم السلطه نتاع الكوتا والطماطم. Ça me fait grand plaisir de partager ces moments avec toi, chef, et avec Charles Belkarim et les Hadrin for Life. Bravo, chef. Bravo, les commentaires, les gens, les gens, wallahi, wallah, wallah, ma ranaki, à la tibiati, avec émotion, ma tsaurus, wallah, rani, hebkum, barsa, 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 barsa. Ça d'achni, nibda, amel, jaw, wa kumtrao. قد ما يبداو برشا عباد خليني يتبعوا نبدا نحكي بحب بغرام. الكوجينه راهي جزء لا يتجزا منا احنا للي خلطوا علينا توا. دونك باش نحضروا السلطه نتاع طماطم بالكوتا. روسيت سهله سهله برشا 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 بنينه. دونك قصيريها دون دلو من بيري شيف تبع فيك اهلا وسهلا بيك بربي شيف. اعطيني حاجه بالبطاطا بنتي تعجبها برشا مقليه وشكرا عزيزه. ميرسي شيف هاجر. نحط طماطم كعب وبصل في العجه مرقاز. ليه هاجر ما تحطش بصل هذيك تولي شكشوكه. تاخذ شويه طماطم مقصوص اوندي شويه فلفل ثوم طماطم معجونه مع شويه هريسه. دونك هذوما كل تخلطهم ومن بعد شويه توابل كرويه شويه ملح وصحه وبشفاء ومع زيت المرقاز ما تنساش. ورده بريكين انت شايف اللي تعرف تلزه انا هو لما عملت اللي في سنين في الدار عندي كنافه قولي كيفاش زيد معاك يا شيف يمينة نو سي. ربي يفضلكم وربي يحفظكم وربي يحميكم على خاطر علاش بيعتك نحن نتبعوا فيك ربي يخليكم. شيف كيستيون على تابولي كسكسي مرخته بالبويون تاع البولي هاي باش فوحتوا البويون البويون تاع البولي. دونك تاخذ شويه كركاس نتاع الدجاج تزيدوا شويه كاروت سفنيريا بصل ثوم كلافس هذي يبان البويون. من بعد ما يغلي تاخذ المرقه نتاعو تخليها تغلي دو بريفيرونس ساعه الى ربعه بالضبط. من بعد ما يغلي تحط تمرخ به الكسكسي. من فضلك عاود لي الكنافه. باه باش نعاود لك الكنافه مي جوست باش نحضر الطماطم بالكوتا ونقول لك على الكنافه. تبعوني في الطماطم الكوتا واني نحكي على الكنافه. باه ناخذوا صحفه قبل كل شيء. دونك نقاورو طريف نتاع الطماطم. بالنسبه للشعر نتاع الكنافه ناخذوا شعر نتاع الكنافه نزيدوه شويه زبده وشويه سكر محاور هذيك اللي تابلو لانيه. عندنا صوص توفي 250 غرام سكر عليها شويه مغرفتين نتاع ماء ونزيدوها شويه ملح 40 غرام نتاع زبده ومغرفتين نتاع كريم فريش. هذه بالنسبه للصوص توفي. دونك هذه اللي تابلو لانيه كما تراو كعبورة لولني تاع طماطم. بعد ما نعملو صوص توفي نحضرو القشطة. بالنسبة للقشطة اللي هي عبارة على زوز كيسين كبار نتاع حليب ثمانية مغارف كبار نتاع نشاء وأربع مغارف سكر وحكة كريم فريش. هذايا بالنسبة للقشطة. بالنسبة للكويسون نتاع الكرات نتاع الكنافة دونك 200 درجة لمدة 10 دقائق. ومن بعد كيما تراو هاكا تو نزيدو عليهم صوص توفي. الطريقة نتاع السلاطة هذيا يعني هاكا حاجة كيسور شوية دو لوردينير. باه عندي ميلونزان شنو هو نطيب بها شيف ما قلتليش. ميلونزان شنو نطيب بها والله شنو باش نقولك شنو باش نطيب بها بالضبط. شنو قررت على المنيو. شوف شوف انت لاكومبانيمون شوف شنو دبارة اللي من الاول. حاول كيما ترى توا ريسيت بريك دانوني شيف
دونك نحاول راهو بالنسبه ليا نجاوب على الكومنتات، وتنجموا تخليوا لي ميساج باش نجم نجاوبكم من بعد عليه. هاوكا انتوما خاطر تبارك الله سي تري 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 دانجورو دو فيغ دون دو بوبيير ميون logique et même à éviter sans cuire dans l'aluminium, mais ça fait chauffer le papier aluminium qui est en contact direct avec wallahi Skander Skander, merci 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 beaucoup à la formation tawakkala يعطيك الصحة. مي ابارامون انت ما تبعتش اللايف نتاعنا، ما طيبناش في الالومنيوم هذه الحاجة الأولانية، عملنا لولو ديما فري سيلوفان ومن بعد طيبنا بالالومنيوم. والحاجة الثانية حتى كي نعطيو انفورماسيون ماذا بينا نتأكدوا من المعلومة نتاعنا، يعني ما نعطيوش نابورت كال انفورماسيون. الديفيرونس يا سي اسكندر، الفرق في من بعد ما تطيب، وزارة الصحة العالمية كنت حكيت عليها، من بعد ما تطيب تغطي بالالومنيوم تصير اوكسيداسيون، دونك الفابور يضرب في الباروا نتاع البابيي الومنيوم، دونك وقتها الالومنيوم يهبط في الماكلة. مي وقت الكويسون دونك خذينا الرولو ديما فري السيلوفان، رولو سيلوفان لفينا بيه الدجاج، بعد ما لفينا بيه الدجاج زدناه الالومنيوم وماركينيه وحطيناه في الفوق. اما ميرسي بوكو على الفورماسيون نتاعك، يعطيك الصحة. باه فين يبيعوا شعار الكنافة؟ شعار الكنافة تنجم تتفرج علينا، حضرنا شعار نتاع الكنافة في اللايف، والا تلقاه في لي كرون سيرفاس الكل. الكنافة نجمو نخدموها في الدار، بيان سور نجمو نخدموها في الدار. طومات فورم هذيكا ديما ذكرني كاليميرو يا حسن. بربي عجة مايو نتاع نابل كيفاش يعملوها، عجة مايو نتاع نابل كيفاش يعملوها، الله يبارك. جست ركز شوية يمينا في لي بريباراسيون، ونحاول نجاوبكم بالسياسة بالسياسة. حتى لو كان ما خلطش وقريت كومنتير، عاودوا ابعثوا لي نفس الكومنتير، يعني حطوا لي نفس الكومنتير باش نجم نقرأ. باه نرجع شوية للطمطومات، ناخذوا دوبلاش طماطم، باش ناخذوا البارتيتي اللوطانية باش نعملو منها باس هايك. هذه البارتي اللوطانية كيما قاعدين تتبعو فيا، اون بتيت انسيزيون صغيرة زغرونة باش تركحلنا الطمطوم هي بطبيعتها هذيا رابحة. من بعد ناخدو صحفة، هاي سيدي بن سيدك، نحطو فيها الجوتا، أنا جوتا نندور. يا سيدي مع الكوتا نتفرج فيك من فرنسا بلاهي سيرفيس امبير وين نلقاه، شنو هو الطيب تو شاف ميرسي بوكو. باه شنو باش ناخذ بالنسبه ليا، باش ناخذ شويه الكوتا، باش ناخذ اللي فين زارب، نجمو ناخذو شويه نعناع ولا حتى ليزاغ دو بروفانس. ليزاغ دو بروفانس منحكمش على الريحه والبنة، والله والله باش نقول لكم حاجه، راهو نحبكم برشا برشا، الناس الكل قاعدين تتابعوا فيا في اللايف. صحيح نعرف راهو فما برشا عباد تتابع في اللايف، ومرحبا بالناس الكل اللي تتابعوا في اللايف واللي يحب يستنفع مرحبا بيه. وفما عباد الحق مطفلين يحبوا جوست هكايا اون بارل ترو سون ريان دير، يحطوا كومنتات باش يظهر روحه اللي هو يفهم، ولا تبارك الله ما شاء الله عليه ولا حاجه، يعني نجم يعمل انتريسون تبارك الله في حاجه واحده اخرى. كان يجي باش يتفضل مرحبا بيه، يتابع اللايف يستنفع ياخذ منفعه على راسي وعيني. نخمم فيكم انتم اللي قاعدين تتبعوا فيا يعني في اللايف. بالحق ساعات تلقى اني لي مون بيرتورباتور كيما في الكلاس، يعني احنا نلقاو انسان كالمشوش اللي يحب بالنسبه لينا يحب يعمل انتريسون. باه شنو المنيو اليوم خويا ايمن المؤمن؟ نجم نحط فروماج مع الكوتا بيان سور من بني غلان، فحاتك الفحات خديتهم من زهره لفيترين التروار في وين المارشي نتاع المرسى. دونك انتم زاد كيف كيف تبارك الله في مارشي تاع المرسى، حتى الخضره كيف كيف. تحيه لعماد مارشي تاع المرسى، تلقاو شوا كبير برشا، تنجموا تفرزوا تنجموا تختاروا اللي تحب عليه. هي البيتنجان بالطبيعه فهمتك، البيتنجان الميلانزاني حياه، مي انت تختار باش تعمل البيتنجان كيما عملنا احنا بها موساكا. دونك تختار تشوف شنو المنيو نتاعك وشنو لونتري وسويت. يظل نفكر كلامي اللي قلت لك عليه زابي شيف دي موزيتين اون ترو بارتو بيان سور.
كيف كيف تنجموا تخدموها بالجوتا، تنجموا تخدموها بالجوتا، تنجموا تزيدوها شويه فرماج وتعملوا زيت ملت شويه فرماج. دونك عندنا فرماج كارو كيف كيف ريت ساعات نعملوا نجيو باش نعملوا روسيت نلقاو موديفيكاسيون تصير، نحاولوا ديما نلبيو الرغبه نتاعكم الكل باش نزيدوها دي كارو تاع فرماج. باش ناخذ شويه مع نص بس مش مهم، خلينا نركزوا في لي روسيت بيان سور. مو زانكيتي با دي زليمون بيرتورباتور، نو سوم افيك فو بون كونتينياسيون. ميرسي ميرسي، سا مشوف لو كور حكايه كي نسمع حكايه كي من هكا اللي نتوما معايا، ربي يخليكم وربي يحفظكم. به قلت لكم نجموا نزيدوا فروماج، نجموا نزيدوا اي حاجه، ما انا خليتها باش نتبنوا البنه نتاع الجوتا. سورتو اللي برشا برشا عباد يقول لك ناخذوا الجوتا، وجربته تحيه بالحق للتوانسه في باجه وجندوبه في الشمال الكل، عندهم ابن جوتا بنينه تعمل 66 كيف، وعندهم ريسيتا باش نقول لكم عليها شنو يعملوها في فطور الصباح على حسب ما قالوا لي. يعني جماعه ياخذوا الجوتا يزيدوها العسل ورق النعناع ياكلوها على خويا، هذه قال لك ابن ريسيت وابن وصفه وحاجه بنينه ومنفعه، وسيرتو للمعده تعاون برشا. بابي نجم نحط فرماج كهو اللي ما ياكلش الجوتا، بيان سور غاده تنجم تحط فرماج اللي ما ياكلش الجوتا. خليت شويه معدنوس جوست نغسلو سيدي. اهلا بيك شيف، توا جيت انا دوماج فاش تصنف امان. دونك مريم بوغانمي باش نحضرو طماطم، حاطين طماطم محشيه بالجوتا، زدت شويه فرماج شويه معدنوس، تنجمو تزيدو شوية ملح شوية فلفل أكحل، يعني زدت لي زيت دو بروفانس، زدت شوية نعناع، هذوما الكل خلطتهم مع بعضهم. قرقني لا ورق نعناع أخضر، ورق نعناع أخضر، والله جربتها أنا بيرسونيلمون والحق بنينة، عندها حاجة، عندها جو بنين 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 برشا، يعني جوتا زيتها عسل. بتبيع عسل الحر اللي من استطاع اليه سبيلا. كيف الغالب ربي ريكوتا ولا جوتا، فرحانه اللي لقيتك بالصدفه، نحب نتعلم اكثر. اختي من المانيا، تحيه ليك توبه من المانيا، الناس الكل انا نحكي معاكم كما قلت لكم والله سبونتاني، ونحب المنفعه تحصل للناس الكل. به هذوما توا الطمطومات الفرشكين التونسيه البنينه يا اخي، بسهل الواحد يبدا شايف، مش اي واحد، واحنا نعرفوك ما تعمل حاجه كان متعرفها صحيه ومضمونه. ميرسي 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 يا ارفيا. به طمطمات دونك هاكا كيما تراو قاعدين نشوفوا، بعد نجمو نعملو امتيرابيل بشويه نعناع مثلا، هاكا حاجه كي صدر الاوردينير. سيرتو نعرفو في رمضان دبارات واحد يحب يعمل دباره اخرى، تاو غدوة بقدر ربي نجمو نعملو ناخذو العظام نزيدوه المايونيز ونعملو عظم محشي. دونك بالنسبة لينا ميرسي بوكو بو لي روسيت، يعطيكم الصحة الناس الكل زادا كيف، والله نتعلم منكم، والله الفرق لانتيراكسيون، يعني قاعد نحكي معاكم قاعدين نتناقشوا قاعدين نستفادوا، والفايدة قاعدة تحصل للناس الكل. به دونك جوست نجيب صحن نحط فيه الطمطومات، فاش تعمل شيف. دونك قاعدين نحضروا في طماطم بالجوتا، هذيا هكا تخرج كيما سلاطة، نجمو راهو نزيدوها التون، باش نعطيكم كيف كيف، يعني على قد ما قاعدين نحكيو على قد ما نجمو نعملو. بلاهي والديك ياكلوا الحوايج هذوما، خاطر أمي وبابا ما يحبوا كي الماكلة تقول عليها زمنية، أما سوري ما يحبوش. بالطبيعة أن الوالدين الكل راهو بون تبارك الله ياكلوا الماكلة الانترناسيونال الكل، أما يحبوا ديما الماكلة الزمنية من قرقة. شيف بربي كي تمشي للمارشي ولا بلاصه فيها سبيسياليتي، عملنا لايف تقول من غادي كان تنجم، الله يبارك، والله نحاول بلوتو كي نمشي نقضي نحل اللايف ونوريكم كلكم. ها اليوم مشي نقضي شنو هو باش نعمل. مريم مغانمي هاني تغشش، لا ما نحبش حد يتغشش، راهو كي تخليولي كومونتير ساعات ما يعني وقت البريباراسيون ما نقراش
الكومنتير، مي انتوما جوست قولوا لي وانا نعاود نقرا لكم الكومنتات ونجاوبكم بسياسه بسياسه. دونك شويه شويه نتفضاو هذا خليوها افا ونتعداو توا نتعداو الحاجه بنينه برشا الساندويتشات. دونك نعملوا فاصون تاع كلوب ساندويتش، حاجه بنينه خفيفه وعلى طريقه نتاعي. دونك الطريقه اللي نجمو نحضروها نحضرو بها الساندويتشات سورتو نعرفو توا شفتك يا قالك علاش متغشى من اليوم انا ما عرفش علاش يظهرلي خليت لي كومنتير وانا مجاوبتش. راهو نحاول نجتهد باش نجاوب الناس الكل في لي كومنتير وان شاء الله المنفعة تحصل للناس الكل. دونك عندنا طمطومة نحضرو بها ساندويتش نحطوها بحذانا، عندنا بصلة زهرونة عندنا الفروماج سبيسيال ساندويتش بالطبيعة نحاول ننظف البلون ترافاي ونحكي معاكم. طمطومة ناخذ شوية خضرة، ديما نحاولو نغسلو الخضرة تاعنا حتى لو كان احنا غسلناها بالطبيعة كل ليفيتي كان فما شوية تراب ولا حاجة، مريجوها مليح مليح في الماء نفدلك عليك شي شي ماشي. حبيت نعرف المنيو المنيو تاعنا مريوم الناس الكل اللي خاطر لينا شايتو من قبل رمضان يرحم والديك شيف شهيد به الجماعه اللي خاطر لينا. دونك باش نوريكم شنو قاعدين نحضروا. حضرنا كرات نتاع كنافه بالقشطه، نورمالمون تنجموا تعاودوا تفرجوا في الوديف تو تلقاوهم. شيف راك ما كملتش السلاد نتاع الله يبارك فكرني والله اسمع راه تبارك الله نحاول نجاوب. قول لي وانا نعطيكم ريبونس مش عليكم حتى شيء. نتوما بارتاجيو اللايف وابوني بو في الانستغرام باش المنفعه تحصل للناس الكل زاده كيف كيف. دونك جوست نجاوب ونقول شنو قاعدين باش نحضروا. حضرنا شربه كالعاده موجوده، حضرنا كرات نتاع الكنافه بالقشطه، الطماطم فارسيه بالقوطه، الكويس نتاع الدندون بالالمنيوم في الفور. وباش عندي به لحظه بركه بس ياسر روسيت بلا شاباتي مسك على عندي عزومه حابه نعمل تونسي، شنو تنصحني كي ممكن طريقه عمل المرقيز؟ باه من فضلك تعطيني هذا شيء ما سوق انا جربت ومش نافع. باه ربي يبارككم شاف عايش شكون اللي شنو اللي طيب فيه محليها كوجينه الشيف. باه نعاود نرجع شويه للكومنتات باش نجاوبكم. بونجور احلى شيف وليد عايش خويا. سلاد دو بولب نقول لكم شنو المنيو اللي قاعدين نحضروا فيه. دونك شربه وعندنا طماطم محشي بالقوطة، ومع هذاك باش نعملو توا كلوب ساندويتش، ومع الكلوب ساندويتش عندنا الكويس نتاع الدندون في الفور، ومع الكويس نتاع الدندون عندنا كرات نتاع الكنافة. دونك نحاول نجاوب الكومنتات نتاعكم الكل. محليها كوجينة ميرسي شاف شكون طيب فيه هاكا قلت لكم المنيو ربي يبارك لكم. بالنسبة للملسوقة روسيت تاع ملسوقة تنجم تبعث لي ميساج بريفي تنعطيك روسيت تاع ملسوقة. المنيو نتاع التونسي سوزي أمينة ابعث لي ميساج تنعطيك منيو تونسي 100% تونسيان. فازو قوم قول لي تو نعطيك كيف كيف ميساج بريفي. نكمل لكم السلاد دو بولب باش ما يتغش على السلاد دو بولب عملتها ديجا، ارجع شوف اللايف اللي فاتو اللي هم حلون. ميرسي ميرسي بوكو. مي سلاد دو بولب شويه طماطم شويه بصل شويه معدنوس شويه تنجم تقص شويه شبت خلطهم كلهم بعضهم. اللي ما عندوش كوتا شنو يعوضها؟ اللي ما عندوش كوتا نجم يعوضها بالفرماج. دونك اخترت انا بيرسونيلمون مثال فرماج كارو لوندور كيما بكري قلتوا لي بالفرماج وليت زدت الفرماج. توا باش نحضروا الكلوب ساندويتش. الكلوب ساندويتش باش نحضروا كيف كيف على الطريقه نتاعي انا. انتم زاده كيف كيف تنجموا تقولوا لنا شنو هي الدبارة باش ناخذوا فوالا زغرونه كي اللي ما عندوش كوتا نحطوا شويه زبده نقول لكم شنو هي الكوالا سخرونة. عندي لي صوص اللي هما بحذايا صوص بونا، عندي مايو الاي وعندي الجميل بنينة برشا. زوز انواع تاع خبز بان دو ميا بيس
باش نوريكم زوز طرق نتاع يا المنيو. برافو، فكره حلوه. باه هذايا نورمالمون نحاول. بسم الله ما حطوش ديما على نحطها على النار هادية، ما حطوش على النار قوية باش ما يحرقوش زاد المعون. اللي خلط علينا باش نحضرو كلوب ساندويتش بنين ويعمل 66 كيف. باش نمد شوية جامبون، دونك عندنا شوية جامبون عندك مطعم في تونس، سامحني على التطفل. لا والله ما عنديش مطعم، ان شاء الله بخطط ربي نعمل مطعم في تونس، خاص توا واحد يخلط يعمل في مطعم في تونس. باه شايف عندي بينيون بازيليك فري وطماط سيشي. نحب نعمل صوص مكرونه طاووش تشبه البيستو. باهي سهله العمليه، تاخذ البازيليك ترحيه مع شويه زيت، تزيدوا شويه ثوم، طماط سيشي خليها بار، ومن بعد تزيد البينيون تحمره دوبليش، تريحهم كل مع بعضهم تعمل ستيل كيما بيستو، بريسك بيستو يعني عباره. اول حاجه تاخذ شويه بصل، شويه ثوم، كطماطم سيشي تحاول تنفخها شويه ماء، كاني سيشي كاني سيشي يعني تبدا مالحه شويه ساعات، تزيد شويه زيت تقليهم دوبليش، تزيد معاهم المعقولنا بعد ما تصمتها الدنتي بالطبيعه، وتفوح بالبيستو اللي حضرتها اللي قلت لك توا حضرتها. به اني باش نولي ادمين في بلاصة اشرف ميساج يعطيك الساعة. المهم ميرسي بوكو. دونك باش ناخذو روندليت نتاع التوميت، نقصو روندليت توما زادا كيف كيف. الكلوب ساندويتش راه تنجمو تحضروه على الطريقة نتاعكم. انا حديت شوية زبدة على الغاز هاكا نحكي ونقولو احنا ما شاء الله واحد باش يحاول يعطيكم المنفعة. نشوف الكومنتيرات ديما واحد يبدا مخو لاهي في البلايص الكل. هذا هما الطمطومات، البصل سيرتو بصل عنده منفعة كبيرة برشا. نوريكم طريقة نتاع تحضير كلوب ساندويتش بنينة وخفيفة وسهلة ماهلة. حطينا شوية زبدة في الفوالة الزهرونة تاع العظم، نجيبو شوية باه باش ناخذ طابع دم باش نخلطها مليح مليح. بالنسبة لكعبة العظم زادا كيف كيف تنجمو تقصو فيها شوية طماطم، يعني تنجمو تزيدو فيها شوية معدنوس، مش تخليوها هكا يعني. ديما أنا نعطيكم البازة ومن بعد نتوما تنجمو تشتهوا. باه هاذيا ليتاب الأولانية هاكا عملناها، باش ناخذ ايتاب ثاني زاد كيف ونوريكم يعني راهو الكوجينه فن وغرام. شنو فن وغرام؟ يعني انتوما على قد ما تبداو تحبوا الكوجينه على قد ما الكوجينه تعطيكم البنه نتاعها. باه ها يا سيدي هذا العظم كيف كيف. قلت لكم باش نعمل لكم دو موديل نتاع كلوب ساندويتش، وجربوا الكلوب ساندويتش بنين برشا بالطريقه هذيا، يجي عالمي. طفي عليها باش تقعد بافوز. يلزمني برشا برشا شد عندك كسكسي بالدوار. ايش ليليا وين تلقى كسكسي بالدوار وبرغل بالعلوش ودوار؟ شكون يعرف ينظف الدوار؟ والله بالحق يعطيهم الصحه الناس بكري، وربي يفضلهم اللي مازالوا عايشين ويبارك لهم. الحق كانوا يعني يجتهدوا من كل ماكله زمنيه وكل نفس وكل روح وكل ريحه البنينه اللي تلقاها من راس النهج. كانوا يعملوا قبل الملوخيه، شكون ما يشمش في الهومه ريحه الملوخيه؟ تبارك الله. به بعدين نحضروا هكا في كلوب ساندويتش هكا ديما نحاول باش ننظف البلون دو ترافاي بالطبيعه. هذايا العظم ناخذو شويه مايو بثوم، مايونيز بثوم،
بونار هكا سهله سيتو. والله والله ولات سهله الدنيا الحق، كذب على ربي حرام، ولات سهله على الاخر. هذه الطريقه به وضع نقولكم شنو هي الكميله نتاعها. ناخذ زوز رونديلات تاع طماط بلوتو، مش زوز، اكثر من زوز. بسم الله، ونقص عندكم يعني الطريقة. بونجور بونجور، أنا نحاول نقرا زادا كومنتيرات تاع الناس اللي خلطوا علينا توا. نجيبو شوية معدنوس، جربوها جربوها وتفكروا لي بالحق، جربوها وتفكروا لي. هذاك المعدنوس مع الطمطوميت والمايونيز والعظم، طيب خلطوه مع بعضه. بسم الله، دونك نحضروا كلوب ساندويتش كيما قلت لكم على الطريقه نتاعي انا. بعد نوريكم الدريساج، سيرتو في الدريساج من بعد نتاع الكنافه، يعني كرة تاع الكنافه. تو نسخنوا الصوص التوفي، تبدا حاضره تبدا سايله، ونزيدوها شويه بيستاش، هذاك وقت الدريساج. به ليتابلو لانية هذيا حضرت، جواها بالحرام عليك يا جاموس، يعني غربه اسكت يا شيخ كملت علينا. اللهم اني صايم شوعتوني شايتوني. به وين الكوتو دي شيف اليوم؟ الكوتو دي شيف الكبير، والله باش نقول لكم كوتو دو شيف كبير. اها اول كوتو دو شيف كبير، اول شيء كوتو دو شيف كبير. باهي باش ناخذو رونديليت تاع جامبون، هنا جامبون ما شاء الله كل شيء موجود. تونس راهي بلاد عالمية طيارة برشا برشا، الحمد لله مخيتي تفوح في هما ودوارة به. انا امي وخوتي وبنتي في المية كل، اللهم صل على النبي. ليلى مادام يعرفوا يغسلوا دوارة حاجة باهية بالحق، خاطر اندثرت برشا حاجات، اندثرت ومعاش نلقاهم. هذه جنبون ناخذ بابي ننظف به بلون دو ترافاي. انتوما كيف هذا بارتاجيو اللايف باش تحصل المنفعة الناس كل ان شاء الله في الكونفينمون، وجيب خير. ربي رجعكم سلمين غانمين، يعني الحاجه الباهيه اللي تبارك الله هكا البنات الكل يعرفوا يعملوا دواره، حاجه باهيه هذيك، حاجه باهيه ما يصيرش على الاخر ما نعملوش ازمه سياسيه. ناخذوا البانديمي جوست باش نشيح، نزيد نشيح البلون ترافاي باش ما يتبلش هكا. ناخذ الباندومي، باندومي دونك تنجمو تختارو أي نوعية، فما 5 سيريال نتاع هابيس، وفما زادا الناتور، ونوريكم الطريقة البنينة اللي سهلة سهلة، يا معلم مالك كيفاش باش نعملو أولادنا جيل جاي، ربي يبارك لكم وربي يفضلكم، وإن شاء الله بالحق أنتوما حاولوا وصلوا الميساج باش تبارك الله الجينيراسيون الكل ينجمو ياكلوا كل ماكله زمنيه، مش توا سيرتو نسمي ساعات اسم تاع ماكله زمنيه يقول لك انا ما نعرفهاش ما شفتهاش بالحق. هذاك مشكل. اي سيدي ما سيدك، دونك باش ناخذ شويه مايو الاي جست نحاول باش نوريكم الطريقه كيف راهو مع المايو لا تنجمو تزيدو الجيريان، راهي بنينه برشا. سي ناتوريل تو سي برودوي اون دو شين امريكان بس دي مالدي به دي جون به تا لي زونفي. شير شوي صوص الجيريان تبنن زاد كيف ونحاول نوريكم من بعد
نجيبوا نقطة خيار، ناخذ شويه موتارد. موتارد راهو ديما نقول سي روسيت انسيان فري، اي يلزمهم يكونوا كودي فيه. والله 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 حلم حياتي ان شاء الله نهار اخر قدرة ربي يعني باش نعمل كتاب فيه روسيت دو كويزين تونيزيان كودي فيه كلهم الروسيت الزمنيين من قاع الخابي. باهي ليتاب الاولانية هاكا 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 كيما احنا كنا صغار، هذايا عز ايتاب. شو حليك الكولوراسيون لبنين، هذايا هاك نزيدو نكرر العملية لهنا. ثم من بعد نجمو تجتهدوا وتحضروا تبارك الله، يعني من بعد تحضروا برشا حاجات بنين. ناخذوا شويه خس ولا ليتو ولا في دوشين ولا ماش، يعني تختلفوا. مي نقولوا احنا نجمو تختاروا اللي تحبوا عليه، يعني انا خليكم ديما شوا موجود. سيتي مونتاج منا الفيا ولا فاتوني برشا حاجات لي روسيت انسيان كود. ان شاء الله هاكا نحاول نجاوب على الكومنتات تاعكم ونحاول نقراها. باش نحط شويه بصل، نكتب ساندويتش كيما هكا. ما نحكيلكمش ما نحكيلكمش ما نحكيلكمش ما نحكيلكمش على البن. لا هاي بابا يعني جاي كان جاي كاكر فول زاد كيف كيف هو نسني في الكوشينة. هيا ناخذو هاي جامبون، سيور لو بان جلي في هير من غير خاص عندي اسمه ادخل على المتياي. تبارك الله زاد كيف كيف تبارك الله، فما انتراكسيون فما برشا برشا حب وغرام للكوجينه، ونحسكم حتى زيد انتم كيف اللي قاعدين تتابعوا فيا تحبوا الكوجينه ومغرومين برشا برشا بالكوجينه. نحط الفرماج، كرر نفس العمليه بالنسبه للباندومي الاخر. هذه الطريقة الأولانية. بعد الطريقة الأولانية بسم الله نجيب الصحين ونجيكم. هاني معاكم هذايا الموديل الاولين كيف كيف راهو تنجم قوسون اثنين وتحطو من بعد ليكور دون. عندكم ليكور دون نوريكم من بعد في الدريساج. نني بابا نني من بعد شغال الفطر. صيام ورمضان الحمد لله الحمد لله. هذوما كيف سندويش الفور 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 هاي الفور 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 كيف نزيدو بان كرو نفس العملية شوية مايونيز. نجمو نزيدو زيتون نجمو نزيدو أي حاجة أخرى لا المهم طيب نطيب المعون ما يتكدس المعون ما فيهوش حتى مشكل. المعون كان قبل المشكل المعون توا لا بي سي الموجودين تبارك الله توا فيسع فيسع كل شيء تكسر. راهو ساعات ما نخلطش على الكومنتات نتاعكم دونك نجمو تعاودو زيدو كيف تبعثوا لي كومنتير وانا نعاود نقرا. هاكا عندنا صوص الجزائريه باش نزيدو شويه موتارد، والموتارد سيرتو في لي ساندويتش كلوب ساندويتش راه يتبنن ما نحكيلكمش وسهله. شوف ها هاكا
كاين ولاد صغار بلاي بلاي دخلوا معاكم صغار ما شاء الله. شكون قال يحبهم كوموند شنو ما نعرفش مفيد راهو ساعات ما نقراش لي كومونتير نتاعكم. زيد شويه كيما خداكم نجمو تحطو خاص نجمو تحطو ليتو في دوشين ماش ايسبرغ باتافيا نجمو تحطو اللي يساعدكم المفيد ثم هاوكا المنفعة تحصل كتمتو مات تغزيدو نقصو حتى دومي رونديل متاع تمتوما نعاو عامة تمتوما واحد اخرى سيدي هذاك هكا ناخذ الرونتي تاع البصل نتغداو للومليت دونك الومليت باش نقسموها على اثنين ليتاب واحدة الأولانية هاي هكا والثانية مع الأومليت راهو كيف كيف تنجمو تزيدو حاجات أخرى راهو المهم تخرط طيب عشان ربي يشدك صحة البدن ما كويزين لي غوج باغي كو لا فوتر نجمو نزيدو جبن نجمو نزيدو جومبون نجمو نزيدو أي حاجة تحبوها نتوما تزيدوها شوية فرماج حاجة توا سيكون صغيرات باهية يعني حاجة بنينة بنينة برشا هذه هكا بسم الله نجيبو صحين واحد اخر يعني نجم نزيدوها جنبه شايف عمل شربة شايف عمل شربة وطريقتها بربي شوف جيريان دو باري شربة فريك باهي شربة فريك ديما سيتو شربة فريك راه تقلي شوية كاروت اونيون اي سيلري تزيدها تزيدها الدجاج ولا الحم ولا الحوت اللي باش تعملو كان بالنسبة للشربة ومن بعد الفريك تصبو في الاخر ولا سيزونمون سيلي بوافر سيلي بوافر من ظرف هريسة تبدا عالمية بيان سور للتوزويزة وهكا يكون عندك شربة بنينة به قسينا جامبون تعملنا دو موديل هذايا بالومليت والجامبون ما نحكي لكمش اللي شاي هي هاكا يجي مرحبا والله مرحبا سون الاخر سون فاسون تعديو للناتور اللي هو زاد كيف كيف بنين برشا من ناتور الطريقة نتاعو باش تختلف هاي يا سيدي بن سيدي لا باش نخلطو حتى صوص باش ناخدو المايونيز اللي المايونيز اللي زدناها العظام وزدناها طماطم والمعدنوس جربوهم جربوهم والله جربوهم وتفكروني راهو سو سون لي بتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس في بريباراسيون في حاجه عالميه وبالطبيعه راه فما شكون بون فما شكون ينقص الاجناب انا بيرسونيلمون راهو ما نحبش نقص الاجناب نحب هذا اللي كي نعملو كلوب ساندويتش نخليو الاجناب بالطبيعه انتم تشتهدوا راه من بعد الاجتهاد راهو مسموح في الكوجينه ماهيش سيونس اكزاكت ماهيش واحد مع واحد يساوي اثنين باش نزيدو روندريت نتاع طونطومات جيبو كيبه طونطوم طونطوم ونقدم نقص الخضره جويده
راهو سورتو ولينا ناكلو بعينينا، هذايا هو الفرق. بنعمل ايه مسار ما ياكلش المايونيز، تنجم تعمل تنجم تعمل صوص فروماجير راهو ما يقلقش، سي بو فورسيمون انك انت باش تخدم بالمايونيز، انا نحاول نعطيكم الحلول. نزيد نغسل شويه خضره بالطبيعه كانت قاعدين رمضان على فيسبوك فوق جارة جيجي جيجي جارة فيسبوك شيف مومن بن يونس فيسبوك، والباج كيف كيف شيف مومن بن يونس، اليوتيوب كيف كيف، والانستغرام ابوني فول الكل في الانستغرام باش نجموا تابعوني، وانا نوعدكم باش نبارتاجي البريباراسيون اللي نتوما تحضروها في رمضان ولا حتى اول رمضان، نوعدكم باش نبارتاجيها على الانستغرام نتاعي كي كورونديل نتاع اليوم. ما نحكيكمش هذوما بركة شكرا فترة سيئة ما زيدوش معاها حتى شيء ما شاء الله هي من جملي. دونك حاجة راهي سهلة، مي السر الأولاني في الكوجينة الخبز يدخل شوية في الفور باش ما يوليش تري بالمايونيز. ليه كان ترى راهو هذوما يلزمهم يتاكلوا يعني يتحضروا بالوقت يتاكلوا بالوقت، والخبز فما شكون يحبوا كريسبي، مي دو بريفيرونس يبدا تري يعني هاو عملناه بالمايونيز ولا بالصوص هاو كان كيما قاعد تشوف يقعد محافظ. وسر الاخر باش نقول لك عليه توبه، اللي حتى ميم اللي كلوب ساندويتش اللي تبيعوا في السلوت ماشين راهو يتعاملوا بالطريقه هذه، يعني اللي كلوب ساندويتش اللي يتعاملوا اندستريال يتعاملوا بالطريقه هذه، خاطر الفرق في المايونيز راهي مايونيز مش كيما مايونيز تعملها في الدار انت باش الزيت سو ديكومبوز، هذه مايونيز في دون ديبو يعني هو في الحكه كي موجوده اتوم مون تجبد مش تلقاها طايحه مثال. هذاك الفرق بالنسبة للكلوب ساندويتش. هذايا انوتر موديل ان شاء الله يعجبكم، وسيرتو بالنسبة للخبز بان دومي لا ماركا بيز يعني باهي الحق بنينة واكسترا موالو، يعني هذيك الحاجة اللي تخليك حتى تعمل ساندويتش. الله أكبر لما تخطى جبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله ما نحكيكمش على البنه راهو، جربوا وقلنا وقولوا لي شنو هو البنه نتاع لي ساندويتش ب دونك نتصور المنيو والدبره نتاعنا عجبتكم. نزيد نذكركم بمشون كنا نحضروا في كلوب كلوب ساندويتش. بالنسبه للكلوب ساندويتش من بعد ما حضرناه بلي فاريتي واش هو الكل، حضرنا شربه تبارك الله حتى صوت الاذان الله اكبر الرحمن الرحيم تجبر واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الاذان اي الاذان نتاع العصر به حضرنا كلوب ساندويتش الشربه الطماطم الفارسي، ومع الطماطم الفارسي حضرنا كرات نتاع كنافه اللي بعد باش نصب عليهم الصوص التوفي وشويه بيستاش تشوفوه من بعد في الدريساج الناس الكل. وحضرنا في الفور كويس نتاع دندون هبو نشوفوا لو بولي فارسي به الهام بهرون تنوريك لو بولي فارسي جوست ننظف لو بلون دو ترافاي نحل نوريكم لو بولي فارسي. دو بريفيرون سيرتو في القصان يلزمكم تستناوه شويه ما تخصوش بالوقت بالنسبه للكويس دو داندون. نبرق العصر الخمسة ونص ان شاء الله نحاولوا ديما بالطبيعه ننظفوا زيت الكل النهيوه باش ننظفوا البلون دو ترافاي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سيدي نحيو، نحاول نوريكم فيسا
سيرتو اللي تبارك الله محليها قاعده يعني بالما ساعتين وشويه وصلنا حتى بريسك نورمال نصور الوقت توا الاربعه. الوقت تبارك الله يجري معاكم. خاطرك اوني لا فرصة جست باش نكذب عليك باش نقول لك نجم نقصو توا امبوسيبل، مي تو نحاول نحيلو شوية الينيوم. هو في الالمنيوم وسيلوفان سخون برشا المحالة دقيقة. والوقت يجري به هاوكا كان قرب لكم شوية الكاميرا هاوكا هكا باش تعرفوا لي هو طاب حتى كي تنزلوا بالكوتو ما يخرجش ليكيت بالدم كل واحنا هكا تعرفوه طاب الكويس. من بعد تو نوريكم الطريقه نتاع الحصان هاوكا هكا واضح شويه مازال سخون راه مازال شاد السخانه نتاعو. جربوها الروسيت ان شاء الله يعجبكم. ما بقى لي كان باش نشكركم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فيا في اللايف يوميا على ماضي ساعتين في دبارة بنينه وسهله. مروه جبيلي برافو يعطيك الصحه، من القدار برافو، سعيد يعطيك الصحه شيف، انت غلطت شنو هي الصوص البيضه اللي حطيتها، باقي ساعه في الفور شيف، يبقى ساعه هو ساعه غير ربع راهو ارفيا، مي انا خليت الفور في السخان نتاعو خليته موجود غاديكا باش يقعد موان جوتو ما يشيحش. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله الروسيت تكون خفيفه وبنينه وعجبتكم. بارتاجي اوتون باش تحصل المنفعه للناس الكل. سمحوا لي على غالب شرفت. يعطيكم الصحه انتم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا، وليتوا اوفياء تتابعوا فيا يوميا في لايف بنين وسهل. ميرسي بوكو، ربي يحفظكم، ربي يحفظ الناس الكل. نشكر لي سبونسور الكل اللي امنوا بينا باش نجموا نحضروا لايف وبنين وسهل. حازم العيسى راديو مون نور، خالد عويش تلسكوب، ربي يفضلكم ربي يحفظكم. شاهي طيبه، بارتاجيو لايف، بارتاجيو الصور نتاعكم، ابعثوا لي على الانستغرام انا نعدكم باش نبارتاجيها، ابونيفو في الانستغرام الكل الناس الكل. ربي يحفظكم، شاهي طيبه، وراني نحبكم برشا برشا. ادمان.